نسورة هي المشوي بحياتك ما بتنحفي. وانتي شو دخلك فيني؟ جربي. ها لك يا اختي اتركيني. استني حطي 50. لك انا حره هيك بدي امشي، شو بدك فيني انتي؟ تنشطي شوي. ها خلص اتركي، شيلي ايدك من هون. بونجور. بونجور. شو فايقه بكير؟ ايه مو الاساس بدنا ننظف البيت مشان خالتكم ما تشتغل شيء. ام بلا مزبوط. انتي حبيبتي روحي على المعهد حافظينك. انا كان نفسي ساعدكم بس ما فيني غيب عن المعهد. صدقناكي. يلا روحي زحطي من هون. مين عم يدق الباب؟ ما بعرف. امشي نشوف مين في. خير ابو فادي؟ ليش جاي لعنا من على بكره الصبح؟ ان شاء الله لا تاخذيني، بس الموضوع خطير وما بيتاجل. شو هو؟ بدري خطيبك عندي بالنظاره. يوه خير، شو القصه؟ ليش عندك بالنظاره؟ هون حطنا الجمال. اسمعي شو اللي صار. ابو فادي الله يخليك، قول. والله نطفت لنا قلبنا. يعني عمو انت رحت وقبضت عليه؟ عمو ما عليه تحكي بسرعة لأنه أنا عندي معهد. خلص يا بنات اتركوا للزلمة يعرف يحكي. تفضل أبو فادي، تفضل احكي وفهمنا شو القصة. هذا يا ستي اليوم لما فت على الدوام الصباح بتعرفي محسوبك بيجي بكير، أنا كل همي أمن الحارة. ايه مالكم الطويل. هذا يا ستي قعدت على هالمكتب قلت له جيبوا لي أسماء الموقوفين كلهم اللي عندنا، مين إجا بالليل، مين راح، ليش عم بتطلعي ولا شفت لك اسم بدري الدهر؟ وليه وقف عندكم؟ شو عامل يعني؟ ايه عمو هو ليش لساته بالنظارة؟ رأيكم بالسيرة؟ بتعرفوا مين اللي جابه لعندي وليش؟ مين؟ ليش؟ شرطة السياحة. شو دخلن شرطة السياحة؟ ليه جابوا لعندها؟ لقطوه تشرد. تشرد؟ مو طلع الأخ نايم بالجنينة اللي بنص البلد وهي ممنوع حدا يفوت عليها؟ شافته الدورية عبوه وجابوه لعندي مشان تكمل معه. والله يا أبو فادي مو هو اللي كملت معه، أنا اللي كملت معي. لك يضرب حظي المعتر. إيه روقي ست هيفا روقي، إن شاء الله لا تهزي بدنك. هلا رقبته بإيدي وحياة عينك، ما بيصير غير اللي بتقبري. أنت اطلبي وأنا ما علي إلا نفس. الله لا يحرمني من رجوليتك يا أبو فادي، أنا بس بدي إياه ما يضل بالنظارة. شو؟ شو شو؟ يخرب بيت قلبكم، لا فيكم نخوة ولا فيكم ضمير. لك بيضل هذا جوز خالتكم، يعني إذا هو تبهدل أنا اللي تبهدلت. بيهون عليك يا أبو فادي إنه أنا أتبهدل؟ لا أعوذ بالله إلا هي. معناتها أبو فادي الله يوفقك، إذا بتعزني وبتحترمني ولساتك شايل له كرامة للمرحوم تساعده لبدري، بس الله يوفقك بدون ما حدا يدرى وخصوصي الجيران، ما بدنا فضايح وشماته. صراحة لا كنت متوقع غير هيك. ايه وشو متوقع بقى؟ انه دغري تطلبي الطلاق. لا ايوه موضوع الطلاق انسوه بنوب، انا ما بدي اتطلق، بس بدي بدري تطالعه من الحبس وتجيبه لعندي لهون. خالتي ليش بدك اياه يجي لهون؟ سارة اذا بتريدوا ما حدا يتدخل بالموضوع. خلص خلص يا خيفة اللي بدك اياه رح يصير، انت بتعرفي انه طلباتك اوهامك. شكرا شكرا كثير لك ابو فادي، ممنونه.